لابد أن تخرج بهذا الانبهار العريق وهذا الصنع الرقيق لهذا العلم الكبير الذي شرفت به محافظة الشرقية ضيفا عزيزا في هذه الليلة، بل شرف به مركز طاقوس بخصوص قرية تل السموي التي تتم كل الاستعدادات على أن تكون ليلة العزاء ليلة يتحدث عنها التاريخ في يوم من الأيام. لحضور الليلة هذا العلم الكبير والعالم الجليل ملك المقامات صاحب الصوت النبي والأداء القوي صاحب الصوت المميز واللون الفريد كل يوم هو في جديد، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، يتفضل فضيلته مشكورا مع مسك ختام هذه الليلة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يوم
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. بنتقبل بنتقبل منا جميعا. العفو العفو العفو، لا اول ولا ثاني، مش عايزين نتوضا. العفو العفو، ولا نزكي انفسنا. يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربي مآبا. فمن شاء اتخذ إلى بما أبى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر ما قدمت يداه يوم ينظر يوم ينظر المرء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني قلت ترابا باسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت يا ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا
العفو العفو رب العالمين اهو كلا تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما 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 كاتبين يعلمون ما تفعلون ايه لديكم زي العسل اهي احنا معاكم اهو حاضر حاضر إن الأبرار لفي نعيم آمين الله آمين وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ
والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. لا إله إلا الله.
والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم صدق الله العظيم الفاتحة الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله علمه وحيا بلا قلم سبحان من علم الإنسان بالقلم وأقسم الله بالهادي فشرفه أعظم به وتعالى منزل القسم في خلقه بشر في طهره ملك في نوره قمر يمشي على قدمه هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا سويا في رحاب مسك ختام ليلة عريقة يتحدث عنها تاريخ الشرقية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وملك المقامات
وكانت التلاوة مسك ختام تكريم عميد عائلات أبو ضيف قتل السموني، الشخصية التي قلما يجود الزمان بمثلها، حاج محمد أحمد إمام ضيف. أسأل ربي أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره. مشاركة التكريم لأنجاله الأعزاء وأبنائه الفضلاء، الأستاذ محمد أحمد إمام ضيف والمعلم مدحت محمد أحمد إمام ضيف، أستاذ أحمد محمد أحمد إمام، حاج فكري أحمد إمام، أولاد المرحوم الحاج عبد الهادي أحمد إمام، أسرة سليمان بقرية الشربيني، وعموم الأهل والأنساب والأشقاء وعائلات تل السموم قاطبة، يتقدمون بخالص الشكر لعموم مشارك العزاء منذ بدء الليل عصرا حتى مسك الختام. شكل عميد الصوتيات الإذاعية الحاج صلاح عبد الهادي بمركز أبو كبير، خازن الفراشة الكبرى والإنارة المعلم سالم عبد رب حسن بكفر شاويش، وسور واجبات الضيافة المعلم سيد العزاوي بكفر بتل السمان، هندسة الهواء والتصوير مهندس سيد عوف بالنمرود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.